هذا اليوم العالمي للمرأة اللي كنحتفلوا به على الصعيد العالمي تقديرا للمجهودات اللي كتبذلها المرأة من اجل النجاح ديالها لا في على المسائل الشخصية وعلى المسائل العملية. بالنسبه لنا احنا كمنصه الشباب ديال عين السبع درنا واحد لقاء تواصلي مع كفاءات نسائيه اللي كاين فيها ان روتور سور اكسبيريونس اللي كتقاسم التجربه ديالها مع عدد ديال النساء وكتقاسم النجاحات ديالها بهدف انه نشجعوا النساء على انهم حتى هما يدخلوا لسوق الشغل وانهم حتى هما يكون عندهم الافكار اللي غيقدروا يديروا بها مشاريع شخصيه ديالهم وغادا تكون ان شاء الله مشاريع ناجحه. لحقاش حنا الدور ديالنا هنا في منصه الشباب هو انه كنأطروا هاد الشباب والشابات اللي كيجيو عندنا وكنأطروهم باش كنحاولوا نكونوا معاهم الفكره ديالهم ونحاولوا اننا نواكبوا معاهم الفكره ديالهم باش تكون فكره ناجحه باذن الله وانهم حتى هما يكون عندهم الموقع ديالهم اللي خصهم يكونوا فيه والموقع اللي كيستاهلوا وهي المراه الناجحه اللي كتقدر توفق ما بين البيت ديالها وما بين العمل ديالها. اليوم 8 مارس هذا هو اليوم العالمي لحقوق المراه، هو ماشي يوم لمناسبه تجاريه باش نفرقوا الورود او شي حاجه، هو يوم للنضال من اجل المراه، ماشي يوم فقط باش نشوفوا حيث الوضعيه ديال المراه اليوم في المغرب. واخا حققنا بزاف ديال الاشواط ولكن باقي خاصنا نناضلوا، باقي 62.5 من النساء معنفات حسب تقرير المرصد الوطني لحقوق الانسان، باقي عندنا الاغتصاب الزوجي، باقي عندنا التحرش الجنسي، باقي عندنا الجنس مقابل النقاط، يعني باقي عندنا بزاف ديال النساء ضحايا ديال الرقيه الشرعيه بالمغرب، يعني باقي خاصنا النضال بزاف بزاف بزاف، لان نحن في هذا اليوم انا غادي نتكلم بواحد المنطقه رماديه في هذا اليوم تنحملوا يعني اكراهات السنه كامله في يوم واحد. المراه خاصها، المراه المغربيه تستحق الافضل، مازال خاصنا بزاف، مازال خاصنا نناضلوا من اجل ماشي ما غاديش نبقاو حاصرين المراه في الجدل ما بين الصراع ما بين المراه والرجل، خاصنا نخرجوا من هذه الجدليه، هو يوم حقوقي خاصنا نناضلوا من اجله، وما غاديش نقول بان كل سنه والمراه المغربيه بألف خير، حيت اون فوا تيتسد هذا النهار تنسدوا على المراه، مازال خاصنا نناضلوا من اجل المراه المغربيه من اجل حقوق متساويه، حيت المساواه هو حق مشترك، ولكن عندنا حق مشترك غادي يكون عندنا مجتمع مندمج ويكون عندنا مجتمع متساوي في جميع الحقوق. واللي نتمنى هو اننا ما نبقاوش نركزوا فقط تكون عندنا فقط يعني يوم مناسباتي باش نهضروا على المراه، المراه خاصها سنه كامله، وما غنبقاوش حاصرين النضال بين جدليه المراه والرجل، وكل سنه والمراه يعني تكون عندها قيمه ديالها وتخدم ونناضلوا من اجل مجموعه من الحقوق. كنبغي في الاول نهنئ جميع النساء المغربيات على هذا اليوم، اليوم العالمي للمراه، وكنبغي نقول لهم كنبغي نشجع كاع النساء اللي عندهم واحد الفكره ديال المشروع انهم يبادروا ويجيو منصه الشباب اللي تابعه لهم العماله ديالهم، يقدموا البروجي تاعهم ويدوزوا لا فورماسيون في رياده الاعمال باش يقدروا يكون عندهم واحد الرؤيه شامله على المشروع ديالهم ويقدروا يديروا واحد الدراسه ديال السوق، دراسه ديال المشروع اللي هي شامله باش من بعد يقدروا يدوزوا اللجنه ديال العماله، هادشي في اطار ديال البروغرام الثالث ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كنبغي نقول للمراه انها واحد هي نصف المجتمع، دونك الا بغيتي تكون واحد المجتمع خاصك تكون المراه، دونك خاصنا نشجعوا النساء انهم يكونوا يستقلوا بالذات ديالهم، الا كان شي واحد اختك، الوالده ديالك، بنتك، الزوجه ديالك بغات دير واحد المشروع تشجعها.